وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. بعد التحية بداية، صندوق النقد الدولي توقع أن مصر تحقق رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، كيف تعلق على ذلك؟ يعني يمكن رغم ما يشهده العالم من التباطؤ لحركة الاقتصاد العالمي نتيجة لأزمة كوفيد 19، تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات الاقتصادية التي فرضتها، واللي توقعت انه على المستوى العالمي في انخفاض في متوسط النمو العالمي، ايضا سواء الامر يستقيم اذا كنا نتحدث عن متوسط النمو للدول المتقدمة او للدول النامية او حتى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الأمر جاء مغيرا بالنسبة للدولة المصرية، وشهادة صندوق النقد الدولي بمعدلات نمو بتصل إلى 5.9% بالنسبة للدولة المصرية رغم تأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية، فضلا عن حرفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية وقدرة الاقتصاد المصري على مرونة التعامل مع هذه الأزمات أو مع الصدمات الخارجية، خصوصا أن الدولة المصرية إلى حد ما غيرت من الأيديولوجية الاقتصادية بالشكل الذي يمكن أن يتناسب مع ما يعيشه العالم من تداعيات اقتصادية. طبعا كان جاء على رأس هذه الأيديولوجية يمكن افساح النطاق اكثر للقطاع الخاص من خلال مجموعه وسلسله طويله من القرارات التي صدرت التي تتيح للقطاع الخاص، فضلا عن وثيقه ملكيه الدوله اللي بتطرح يعني تخرج او خروج الحكومه من بعض القطاعات الاقتصاديه لتترك المساحه للقطاع الخاص لأنه هو الأقدر على عملية التشغيل، الأقدر على عملية الإنتاج في ظل عالمي يشهد حالة كبيرة من التباطؤ الاقتصادي. يعني بالفعل كما ذكرت، الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة للتعامل مع الأزمات العالمية، فقد نجا وأيضا أثبت جدارة مع أزمة كورونا وأيضا مع الأزمة الأخيرة للأزمة العالمية للغذاء، وذلك نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. فالمرونة الكبيرة والإصلاحات الاقتصادية إلى أي مدى أثبتت جدارتها وقد إيه كانت صحيحة بشكل كبير؟ يعني اختبرت يمكن هذه المرونة في جائحة كورونا اللي يمكن وصفها صندوق النقد الدولي بأنها تمثل حالة من حالات الإغلاق الكبير، لم يكن هناك يعني بالمعنى المفهوم علاقات تصدير واستيراد ما بين الدول لفترة من الزمن، لم يشهد الاقتصاد المصري حالة من حالات التضخم الجامح نظرا لنقص المعروض من السلع، لم يشهد المواطن اختفاء إحدى السلع من السوق. ولو قارنا الوضع الآن يعني الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها سواء فيما يتعلق بالحبوب اللي بتعتمد مصر بشكل كبير وأساسي على روسيا وأوكرانيا في استيراد الحبوب، فضلا عن تزايد أسعار الطاقة اللي أثرت يمكن حتى على الدول الأوروبية ووجد يعني نقص كبير في المعروض من السلع الأساسية والسلع الغذائية للمواطنين. الوضع يمكن في مصر أكثر استقرارا، لم نشهد اختفاء سلعة معينة من السوق، صحيح هناك حالة من حالات التضخم، لكن جزء كبير من التضخم اللي حاصل في مصر يمكن توصيفه بأنه تضخما مستوردا، بمعنى أنه قادم من الخارج أو أن السلعة مرتفعة في بلدها يعني، لكن تضخم يرجع إلى نقص المعروض. الدولة المصرية قادرة على توفير هذه السلع، قدرتها أيضا في التعامل وتغير أيديولوجية الاقتصاد بما يتناسب مع هذه الأزمة، كل هذه الأمور يعني اختبرت الاقتصاد المصري بقدر كبير في قدرته على التحمل وقدرته على التكيف مع الصدمات الخارجية المختلفة. وليس هذا فقط، ولكن أيضا صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدلات البطالة بنسبة 6.9% خلال عام 2023، إلى ماذا يدل هذا التوقع؟ يمكن ده بيأتي مغير للأوضاع العالمية، لأنه كمان حالة التضخم الركودي اللي بيشهدها العالم، فضلا طبعا عن قيام البنك الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائده واللي طبعا بينتج عنه
ارتفاع تكلفة الإقراض والاقتراض بشكل ممكن يؤثر بشكل كبير على الإنتاج والاستثمار. لكن الدولة المصرية في خطوات مسبقة أو خطوات سابقة منذ العام 2016 لما تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي، استطاعت أن تخلق بنية تحتية مؤهلة، استطاعت أن توفر مناخا جاذبا للاستثمار، سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة أو غير المباشرة. كل هذه الأمور ساعدت في قدرة الدولة المصرية على أن يحصل على إشادات دولية متكاملة، وهيئة كبيرة مثل صندوق النقد الدولي يعني لما تشير في ظل هذا التوقيت اللي بتتنبأ فيه بتباطؤ معدلات النمو على المستوى العالمي، أن معدل النمو مرتفع في مصر، هذه يعني أكبر إشادة للاقتصاد المصري. لكن هذا كله لم يكن يأتي بمحض الصدفة. الدولة المصرية يرجع الفضل في كل هذه الأمور. يمكن خلينا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن مشروع المليون ونص فدان اللي تم تبنيه بالضبط، يعني بجانب الاستثمارات كما ذكرت هناك مشروعات قومية كبيرة وكثيرة ساعدت في خفض معدلات البطالة في مصر. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.